هنا هذه المساله ديال عقلها، يكون الانسان عنده يقين في الله سبحانه وتعالى ويسلك طريق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الجمع جمع مبارك ميمونه، ويجعله ان شاء الله نقطه استمرار هذه اللقاءات فوق يعني الاستفادة اللي كنستفدوها على هذا المستوى التضاوي والعملي وإلى غير ذلك. استفادة أن الحمد لله كاين دعم نفسي، دعم إيماني، دعم أخوي، دعم إنساني، وهذا هو المهم في هذه اللقاءات كاملة. اما راه قال له داك راه ما كيوصل الانسان غير فين وصل الله سبحانه وتعالى. غادي نقول لكم نقطه اخرى على حيت كنهضروا على يعني الله سبحانه وتعالى يركن على الانسان. كنت كنخدم في واحد المدرسه وكانوا كلهم عندهم السلم 11 تقريبا، وانا الوحيد اللي عندي السلم 9. لما تنخرجوا في الاستراحه وكتكونوا كتعرفوا كلكم الحوارات والمناقشات اللي كدوز في الاستراحات، كلهم كيتشكاو انا راه عندي الكريدي وانا ما لقيتش ما ندير وانا كنبقينا نتسنف وتنقول يا عجبه وهذا ما من السلم 9 ما كيتسلي والو هذه وهذه، وهي انا وصلت السلم 11 راه يمكن نسري النص المغرب ولا. ولكن هنا بس بغيت نقول ان الله سبحانه وتعالى راه هو اللي كيدبر. خصنا حنا فقط غير يكون عندنا اليقين في الله سبحانه وتعالى، اليقين هذاك اليقين راه نعم البركه يا اختي مطمئنه. الله سبحانه وتعالى اللي درت اليقين فيه واحد المره دير اليد ديالي في الليل للسبيطار مع العشرة الليل مع العشرة الليل دوزوه كاع عمر عملية انا ما عندي حتى دار طلع اسجاد دوار مصرهم في الوالد ديالي دار العملية راه غرفة الانعاش. ولكن الا السبيطار يا ربي كتفكها من قبل تفكها دابا حيت دخلت لقتنبك من العمليه. هذا هو اللي بغيت نقول لكم زعماك بانه الانسان ماشي دائما داك غير داك الهاجس المادي يكون طاغي لا هذه صعيبه لا هذه وخصني يكون عندي ولا لا لا فيني. يا ربي غير رضا عليا وراني عارضين المهر داك الشيء اللي كتب لي في رزقي راه يوصلني. استسمح ان اطلت عليكم ومره اخرى اجدد الاخت مطمئنه وجدد الشكر لكل الاخوان. وانا في الحقيقه واحد بعض الاحيان والله لكن كنت كنقول كيجوني الدموع لما كنلقى الاخوان انا يعني جديد في الغربه، ولكن كتلمس ديك الطيبوبه في الاخوان وكتلمس ديك الاحتراف في الاخوان. الله يجزيكم بخير كاملين ويرحم الوالدين والله يعطيكم واحد كنقولها دائما الله يفرحنا ويفرحكم فرح لا وثيقة فيه بل فرح من عند الله. والله نتعنا بالهنة ونتعنا بالنظر إلى وجه الله الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشكرا إخواني الأخ. السلام عليكم. أضيف فيما يتعلق باليقين، حقيقة ذكرتني أستاذ يوسفي الله يجازيك بخير، وسمحوا لي دابا عاد خصصت قلت دعيت مع أستاذ يوسفي والأستاذة ناعمة والأستاذة فاتحة راهم 32 سنة راه ديال العمل اللي قد عمرنا حنا، راه نستحي أننا ندوزو امتحان معكم. الله يوفقكم قبل ما يوفقنا، نتكلم على نفسي الله يسبقكم عليا صراحة، إن كان ولا بد فأنتم أولى حاشا أنكم قضيتوا عمركم كامل في قضيتوا عمرنا احنا في التعليم في المهنه صراحه راه ماشي سهله ما يقول لا الا الفهم. شحال عندي انا 9 سنوات نجي نتنافس معكم وفين نوصل لكم؟ الكره قريتوني وانا وتقري ولادي وتقري الله يوفقكم صراحه. اعود الى نقطه اليقين، نتقاسم هذه التجارب فقط لنستفيد. السنة الماضية أنا دابا عندي البيست كنضرب 11 كيلومتر في النهار على روتور غير البيست الآلية 5:30 5:30 11، وصراحة السيارة تهالكت وعييت عييت حتى الشهر ما كنكملوش. والسنة الماضية دفعت تكليف 28 شهر 10 دفعت تكليف للرياضيات حتى عرفت كاين واحد البوست في واحد الإعدادية فيها رياضيات ودفعت تكليف وعيوا معايا الأساتذة أرانا ندفعوا لك النقابة. قلت لهم لا
بالنسبه للنقابه ما نفع ليهاش نقابه بالنسبه لي انا من وجهه نظر ديالي انها كتستعمل مهما كانت مرجعيه ديالها مهما كانت ما ندفعش ليها كتستعمل الخوات كتبيع الماتش ما نقدر ما ندفعش ليها. واستحضرت قصه ابراهيم لما كان سيلقى في النار جاء عنده جبريل قال له ألك حاجه قال له اما لك فلا بغاها من الله وحده رغم ان جبريل قادر يطفي العافيه. وهكاكر خديت هاد القصه وقلت اما حتى شي حد لا تقول لي واحد الاستاذ غير هذا الدوسي راه كدايز ما دايش داز ايام سود قالوا لي شدها واحد الاستاذ اخر هذاك البوست صافي نسيتو. 27 شهر 12 او 28 اتصلت بيا النيابه واش بغيتي ديك البوست ديال الرياضيات قلت لهم عامر قالوا لا ما عامرش قلت لهم بغيتو. ملي مشيت وسولت قلت لهم هذاك الاستاذ وقبل منها هذيك 27 شهر 12 غير بيومين تقهرت ما بقيتش قادر ندخل هذيك البيست يا ربي تخرجني من هنا باي طريقه كانت انا راه ما قادرش انت عارف انا ما عارفش. ودازت حتى يومين واتصلت بيا النيابه ملي التحقت وسولتهم شي كان شي استاذ هنا قالوا لي لغى التكليف ديالو قلت سبحان الله بهذا الدعاء استاذ كيلغي التكليف باش نجي انا يعني اليقين بالله عز وجل وتوحيده في التوكل هذا هو الاساس توحيد الله عز وجل في التوكل ما يعولش على ما هو اقل من الله عز وجل واستسمح على الاطاله. السلام عليكم اخوان الحقيقه كنت محتاج لهاد الكلمه كنت سمعت محتاج لها بزاف خصوصا انه في هاد الايام تلتقي بعض الزملاء اللي غيدوزوا السلاف 11 والاستعداد ديالهم كان على الشكل يعني انهم غيدوا كتبها وغيوجدوا يعني مقيدين في هذا المعنى هذا. وملي تلاقيته سبحان الله كان تيهضر ليا هذه المساله تاع مقيدين يعني انسان ضعيف في حد ذاته يعني انا تنحاول غير نفسي ولي تندعي الله سبحانه وتعالى يا ربي ما نقلش وما قررت حتى الهاتف ديالي الذكي ما نديش باش ما نضعفش ونقل. ورغم ذلك كاين تخوف يعني باش مثلا نقيس مثلا نقول كل واحد نسبه كبيره وتجالس مثلا عندك ضغط على شي سؤال او بعض الاسئله وما عارفاش يعني الانسان تيخاف يضعف. ولكن في حق هذه الكلمات اللي سمعت يعني شكرا جزيلا يعني الانسان تيحس بالراحه يعني تيرجع من الله سبحانه وتعالى اللي هو الانسان خصو يكون مع الله في جميع الحالات ونتمنى الخير للجميع. وكان عندي هذا العجز ديال النقيل صراحه ماشي تنقول نقول لا خايف لا نقول خايف لا نسقط فانا اللي تندعي تنقول يا ربي انجح من بعد فاش نقول ما نقدرش نقول يا ربي غنجح ما نقدرش نقول الله سبحانه وتعالى نجح في واحد المساله اللي درت فيها. نتمنى الخير ان شاء الله للجميع وشكرا جزيلا ونتلاقاو ان شاء الله في هذه الغرفه المباركه من بعد ان شاء الله العيد. وتشكر جزيل الشكر الاستاذه سناء واخ ابو لقمان يوسفي وابو ادم حاوش معنا ويعني كل الاشخاص اللي استفدنا منهم تشكرهم جزيل الشكر. يعني اول مره غنلتحق بهذه الغرفه يعني حقا حبيتها بزاف ونتمنى نبقاو معكم ان شاء الله اطول وقت ممكن. والسلام عليكم. لكن لاقيت اختي نايمة. السلام عليكم. صوتي مسموع ومهم عباشركم مبروكة وان شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا وكل عام انتم بخير. وتشرفت بالمعرفة ديالكم لك تسمعوني ولا لا تشرفت بالمعرفة ديالكم. واخ ابو لقمان ذكيتني وراه كما كيقولوا اسم على مسمى لقمان صاحب الحكمة راك خديت منه. أخت المطمئنة لا اسمك الحقيقي سناء يعني عالية ولا الاسم مطمئنة إن شاء الله تكون مطمئنة في حياتك. وكما بكيتوني قلت لكم أنا ما عنديش يعني شي حاجة عندي سلام ولا شي حاجة دائما نخليها مستورة على الله نقول جابها ربي هو هذيك. ولكن أنا الهاجس ديالي الوحيد ماشي شي حاجة غير أني أنا الهاجس تاعي خصني التلاميذ ديالي يكونوا مزيانين خصني أنا العمل ديالي يكون ربي قبله مني ويكونوا عندي تلاميذ يكونوا متفوقين ويكونوا عندي تلاميذ يكونوا مزيانين. ونتمنى أن نلقى التلميذ ديالي يقول لي أستاذ راني كذا راني كذا راني كذا راني كذا. أنا كنكون منهارة في الوقت اللي يدوز عليا شي تلميذ ونلقاه برا ما كيخدمش ولا كيدير شي حاجة هذاك هو كنقول ما أثرتش فيه ولا لقى شي واحد كيكمي ولا شي حاجة كنحاسب راسي كنقول هاد التلميذ داز عليا وانا ما اثرتش فيه يكون صالح. وما نكرهوش اننا نكون حتى حنا في السلالم علاش لاننا حتى حنا في مدرسه
وكنسمعوا الهضرات، وكاين اللي كيقول لك انا راني السلم 11 هذا من فضل ربي هو اللي عطاني لانني شافني كنخدم، اللي حنا ما كنخدموش في على هذاك الشيء. اما المستوره ولله الحمد، وربي راه عارف علاش انا ما عطاهناش عارف. وانا بعض الاحيان كنقول الا ما وصلش 11 ربما ربي راه عارفني ما نستحقوش، هذه يعني مسلمه امري لله. ولكن الحمد لله ان تعرفت عليكم، وان شاء الله غادي نزيدوا معاكم بعد الامتحان باش نستافدوا اكثر في التطبيق وفي العمل. وجزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم وعيد سعيد، وان شاء الله النجاح للجميع، كي اللي اول مره كي اللي صغير كي اللي كبير بدون استثناء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نعاود مرة واحدة سميتو، إذا نشكر الجميع على هذه الكلمات. طيب الحق الحقيقة أنا لها الحمد لله دافئة، كلمات خارجة من القلب، كلمات اللي غير واحد النقطة اللي وهي أن الإنسان يراعي، أنا قلت اليقين في الله سبحانه وتعالى، راعي العلاقة بين الله، لا يهم ماذا قالوا عني. أو مش أنا بعد الإخوان كان واحد بقيت كان وقع لي مشكل في المدرسة وكيجي يقولي ويقولوا لي هري، تنقول لهم ودينا ذاك الإنسان لا يتحللوا مشكلة بيدي طريق غير غير نتيجة ما كفاش ما يصدق صحاب الجورنال، ما كيهمني شيء، أنني اللي كيهمني هو اللي غادي يعذبني هو إلا أديته. الإنسان غير يحرص على أن راه وجودنا في هذه الحياة الدنيا بصفة عامة لهدف واحد، وهو العبادة دي الله سبحانه وتعالى. لأن احنا جاتني واحد الفكرة قبل ما ندخل، احنا دابا كندرسوا الديداكتيك وندرسوا كيفاش نبنيو خطاطة ديال تخطيط الدار سميتو وكالمقدمة ومرحلة البناء ومرحلة التكوين، ولكن واش كنطرحوا هذه الجدد على حياتنا؟ نرى عندنا مقدمه ولاده وحياه، ولكن كاينه تقويم بعد الموت، هذاك التقويم هو اللي خصنا نراعيو كاملين. اما مساله الرزق، مساله السلاليم، مساله كل هذا الكلام هذا، راه هذاك ليبلوكم ايكم احسن عملا فقط. هادشي كانوا دابا وعجبنا الزخرف ديالو وعجبنا وعجبنا وعجبنا. البارح في الليل سمعت واحد في واحد البرنامج ان واحد صحابي جليل مشى يتزوج، غير باش نرجعوا على المهم انا جبت هذه باش نضحكوا شويه، ومن نهارها ماشي ضحك من فراها عبره. واحد الصحابي مشى لواحد العائله غنيه بغى يخطب بنتهم، فرفضوه للفقر ديالو. كان ذاك الصحابي ديك البنت ديالو انسانه مؤمنه، قالت له واش رفضتو وغادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اننا رفضناه لهذه لهذه، خلط عليه هذاك الراجل كيجري سميتو قبل ما وصل هذا، قال له يا رسول الله اني زوجت بنتي لفلان. ناد هذاك اللي طلب البنت قال له واش هما راه ما هي كذا كذا وراه ما نقدرها، قال له راني زوجت. المهم مشى النبي صلى الله عليه وسلم صيفطو لذاك الامين المال، فصيفطو الامين المال عطاه واحد القدر من المال باش يمشي يشري مستلزمات العرس، وهو غادي للسوق لقى المؤذن كينادي للجهاد، مشى هو شرا بداك المبلغ سيف ودرع ورمح وشرف وراس، مشى كيجهاد في سبيل الله. فاش انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقلب عليه من بين الصحابة حتى يلقاه راه مات، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك وازاح في وجهه. مهم بكى لفراق الحبيب، ثم ابتسم لان شاف العطاء ديال الله سبحانه وتعالى اللي اعطاه القصور اللي اعطاه في الجنه، ثم ازاح عن وجهه لان شاف الحور العين اللي متع الله سبحانه وتعالى بهم في الاخره وغض البصر
هنا شوف هذا الانسان فيما يخص الدنيا فين كان ماشي، ولكن لاش بغاه الله سبحانه وتعالى. يعني ان نعيم الدنيا امام نعيم الاخره لا شيء يذكر، لا والو، راه فقط لضعفنا حنا، لان البشر سميتو خلق الانسان هلوعا اذا مساه الشر جزعا واذا مساه الخير مانعا. المهم حنا بالنسبه لنا ضعاف، كتبنا الدنيا دابا ورا خص وخص 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 وخص، وبيت ندير وبيت نفعل وبيت اللي رزقك رزق اولادك. الاساس هو الحياه الاخره، اللهم اصلح لنا تلك الدار. و الدار هذه نطلب الله سبحانه وتعالى، راه مكتوب من شحال هذا الشيء، وانا اسمح لي مبارك سعيد، والله يوفق الجميع، والله يفرحنا فرح ما وثيقة فيه، ومتعنا بالجنة ومتعنا بالنظر الى وجه الكريم، وانا كما وثيقة. إذن أساتذة نختم بدعاء خفيف، بدعاء مجلس الكفارة، قبل ذلك بدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.